بيتنا يعني بيت مليان حياة، يعني ناس ودوشة وضحك وحركة وتنطيط. بس لو عندنا مناسبة قريب بتحصل شوية مفاجآت كده. ميدو مثلاً لازم يجيله دور البرد الجامد اللي هو بيحمر المناخير ده. تيتا بقى دايماً الدواء بتاعها بيخلص فجأة وبندوخ طبعاً على ما نعرف نلاقيه. وطبعاً صاحبة المناسبة أكيد هتطلع لها الحباية. لا 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 لا، بلاش الماسك المرعب ده والنبي، أنا هتصرف. استنى أنا عارف الحل. إحنا في صيدليات مصر موجودين عشان كل فرد من أفراد البيت. بنوفر كل أنواع الأدوية من مصادرها الأصلية بأعلى معايير الجودة العالمية في نقل الدواء وتخزينه، ومتخصصين في التجميل في كل فرع بيقدموا الاستشارات المطلوبة ويختاروا المنتج الصح والمناسب لكل حالة. شغالين يومياً على مدار الساعة عشان خدماتنا توصل لكل اللي محتاجنا في أسرع وقت، وهدفنا دايماً إننا نبقى قد ثقتكم وإن البيت يفضل دايماً مليان ضحك وفرحة. صيدليات مصر، بيت مليان حياه.